نشرة الأخبار. نشرة المساء للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية، وهذه عناوينها: توسيم تونس من قبل منظمة الصحة العالمية تقديرا للإنجازات المحققة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. انتداب 1493 متعاونا تونسيا بالخارج خلال السداسية الأول للسنة الحالية، وقطاع الصحة يتصدر قائمة الانتدابات. تونس ترسل أول باخرة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة. و71 شهيدا ومئات الجرحى في قصف مكثف على المناطق الشرقية لخان يونس، والاحتلال يجبر سكان المنطقة على النزوح قسرا. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توضيحا للناخبين التونسيين أن المكلف بتجميع التزكيات لا يحتاج إلى تقديم قرار تكليف من المترشح، وأنه مطالب فقط بالتنصيص على هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية في استمارة التزكية وتسليم التزكيات التي قام بتجميعها للمترشح لتقديمها لاحقا للهيئة في ملف ترشحه. وأوضح الناطق باسم الهيئة محمد أتليلي المنصري أن المكلف بتجميع التزكيات للراغب في الترشح لا يحتاج إلى تفويض أو توكيل أو تكليف، وعليه فقط تعمير اسمه في وثيقة التزكية. وفيما يتعلق برفض المحكمة الإدارية مؤخرا طلبا بإيقاف تنفيذ قدمه أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ويتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني، وذلك في تصريح في الغرض، أوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد أتليلي المنصري للإذاعة الوطنية أن هذا الإجراء لا علاقة له بالإقصاء والتضييق، وبيّن أن التوكيل يجب أن يكون خاصا متعلقا بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وليس عاما. وفي التقرير التالي مع سمية الفرجاني نتوقف عند الشروط القانونية التي يتعين أن يستجيب له التوكيل. اشتراط توكيل خاص لسحب استمارة تجميع التزكيات وتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور أمام هيئة الانتخابات لأي سبب من الأسباب، إجراء يأتي حسب الضوابط التي وضعتها الهيئة بناء على القانون الانتخابي وعلى القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح. يقول الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري، ويؤكد أن هذا الإجراء لا علاقة له بالإقصاء أو التضييق. الهيئة قالت أن التوكيل يجب أن يكون توكيلا خاصا، يعني متعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، ماهوش توكيل عام. وبخصوص رفض الهيئة تقديم استمارة التزكية لأحد الراغبين في الترشح عن طريق توكيل عام وطلبها الحصول على توكيل خاص، أضاف المنصري أن المحكمة الإدارية أكدت صحة هذا الإجراء ورفضت طعنا تم تقديمه في هذا الخصوص. المحكمة الإدارية بطبيعة الحال قضت برفض هذه الدعوة على اعتبار أن الإجراءات والضوابط اللي خانت بها الهيئة سليمة من ناحية قانونية عندما اشترطت التوكيل الخاص، يعني هي الغاية بتاعها هي مسألة حمائية وقائية لمنع التزكيات على بياض وكذلك للتأكد من صحة وسلامة هذه التزكيات. أستاذ القانون الدستوري والبرلماني رابح الخرافي قال إن التوكيل الخاص ينظمه الفصلان 1117 و1112 من مجلة الالتزامات والعقود، وللهيئة حق رفض أي توكيل لم يحرر وفق ما جاء فيهما. توكيل القانون الخاص ينظمه التشريع التونسي، وعندما نقول التشريع التونسي ليس قانون الانتخابات وإنما تنظمه قواعد القانون العام التي هي مجلة الالتزامات والعقود، و 1112 من مجلة التزامات العقود، وما يستوعب هذه الحالة هو الفصل 1117 الذي يقول أنه التوكيل يقتصر على مأمورية مخصوصة. من هم المخول لهم بدخول السجن لتحرير هذا؟ هم المأمورين العموميين، وحصرا من هو عدل الإشهاد، ومن يأذن لعدل الإشهاد هو رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى إذن لتحرير ذلك. الهيئة يمكن لها أن ترفض كل التوكيل التي لا تحرر وفق الفصلين اللذين ذكر. حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن باب ترشح للانتخابات الرئاسية
مفتوح إلى غاية 6 أوت المقبل، وبالإمكان تقدم مجددا لسحب استمارة تجميع التزكيات عن طريق توكيل خاص. تسلمت تونس مؤخرا درع المنظمة العالمية للصحة تقديرا للإنجازات التي حققتها في إطار البرنامج الوطني للتلقيح وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم. توسيم تونس جاء بمناسبة الاحتفال بخمسينية انبعاث البرنامج الموسع للتلقيح لمنظمة الصحة العالمية خلال فعاليات ملتقى البرنامج الوطني أو البرامج الوطنية الموسعة للتلقيح الذي عقد بالقاهرة من 15 حتى 17 من جويلية الحالية. يذكر أن البرنامج الوطني للتلقيح اعتمد منذ انطلاقه عام 79 و900 وألف على استراتيجية وقائية تتطور تدريجيا بإثراء الرزنامة الوطنية بتلقيح جديدة تتلائم المستجدات الوبائية وتستجيب للاحتياجات الصحية لشريحة الأطفال، مما مكن من بلوغ الأهداف الأساسية المتمثلة أساسا في التخفيض من الإصابة بالأمراض والحد من الوفيات الناتجة عنها. أكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي أن ثمار الدلاع سليمة تماما خلافا لما يتم تداوله ولا يشكل استهلاكه أي خطورة على صحة الإنسان، ودعا إلى الابتعاد عن الأخبار الزائفة والكف عما وصفه بضرب الإنتاج الوطني. من موقعنا كنقابة الفلاحين نأكد السلامة الصحية الكاملة للدلاع، وكل ما وقع تداوله من في صفحات التواصل الاجتماعي كلها هراء، على الأقل ما نزيدوش نحرم المستهلك ونضرب الانتاجنا الغذائي. نأكد اللي راهو عندنا دوائر علمية صحية هي كلمة الفصل، هي اللي خرجت وعملت التحاليل وأكدت سلامة الدلاع. لذلك بالله لا للخلط الأخبار الزائفة اللي ما لها إلا تضرب انتاجنا القومي، ماذا بينا نبعدوا عليها؟ ومتاكد فهمتني المنتجين توا حاليا باقين يتفرجوا وتشوفوا في المظاهر نتاع التكسير، وحتى التكسير ناكد اللي راه ماهمش فلاحه هذوكم مالهم الا قشاره وناس كذا تتلاع وما تبعتلهاش. انتهى موسم حصاد الحبوب بولايه زغوان في موفى الاسبوع المنقضي بحصاد مساحه 63 ألف هكتار من الزراعات المنجزه خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، وذلك دون تسجيل أضرار ناتجة عن الحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية. وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية فيصل قطعة أن إنتاج الحبوب لهذا الموسم فاق التوقعات، حيث تجاوزت الصابة 400 ألف قنطار تم تأمينها بالكامل من خلال التخزين الفردي أو التجميعي بمراكز التخزين. أوضح مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر البكوش، أوضح أن أفضل درجة لتعديل للمكيف خلال فصل الصيف هي 26 درجة مئوية، وذلك اقتصادا للطاقة وحفاظا على السلامة الصحية. ولفت البكوش في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أن التخفيض بدرجة واحدة دون 26 درجة ينجر عنه زيادة ب7% في قيمة الاستهلاك. أهم حاجة أنك تعدل تمبيراتور متاع الكليماتيزور متاعك 26 دوغري. لواش؟ على خاطر أول حاجة كل دوغري نقصه أنت وانت حط في مخك باللي باش تزيد تبرد راهو يستهلك طاقة ولا يزيد في الفاتورة 7%، وإذا تهبط ل 22 ولا 23 أعرف باللي عندك 30% ولا حتى أكثر ساعات في بعض الأحيان حسب النوعية متاع الكليماتيزور وغيره، وهو في نفس الوقت ما عنده حتى فايدة. إنسان راهو يزي 26 درجة باش يحس روحه في كونفور ترميك، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى بور إيفيتي خاصة لي شوك ترميك راهو ما يلزمش تفوت ديفيرونس الفرق ما بين التمبيراتور الداخل والتمبيراتور البرة كي تجي باش تخرج ما يلزمش تفوت 6-8 درجات. كي نجيو نختاروا باش نشري كليماتيزور ناخذوها المارشي المنظف نجيو نستعملوه نعدلو على 26، وقت اللي الكليماتيزور يخدم نسكروا الفتحات الكل، كي نخرجوا من البيت هذيك نسكروا الكليماتيزور. بلغ عدد المنتدبين بالخارج في إطار التعاون الفني من خلال العروض الواردة على الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال السداسية الأول للسنة الحالية بلغ 1493 منتدبا وفق ما جاء في بلاغ للوكالة. وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات، حيث تم انتداب 650 إطارا طبيا وشبه طبي و171 منتدبا في قطاع التعليم،
و164 في الإدارة و125 في الصناعة، بالإضافة إلى 136 منتدبا في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية. وقد مثلت ألمانيا وكندا الوجهات الأولى المستقطبة للكفاءات التونسية خلال السداسية الأول لهذه السنة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. تلبية لنداء الإغاثة الذي أطلقه الهلال الأحمر الفلسطيني، انطلقت اليوم من ميناء رادس باخرة التضامن الإنساني، وهي أول سفينة تونسية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها باتجاه مصر ثم إلى قطاع غزة المحاصر، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة جريكبا. باخرة التضامن الإنساني باتجاه قطاع غزة، باخرة فيها أمانة التوانسة، مساعدات إنسانية، بعد ما كان سيادة رئيس الجمهورية أذن بحملة وطنية للتبرع من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني. الحملة توجت بجسر إنساني بخمس شحنات عبر الطائرات، واليوم لأول مرة في تونس حدث وطني إنساني كبير، وهو إرسال باخرة مساعدات فيها 1609 طن، فيها سيارات إسعاف، فيها وحدات رعاية صحية متنقلة، فيها مركز لتصفية الدم، فيها خزانات ماء، فيها مواد غذائية، فيها تجهيزات طبية، أيضا أدوية، فيها ملابس، كل ما يلزم من أجل تلبية نداء الإغاثة الدولي اللي كان توجه به الهلال الأحمر الفلسطيني. ميدانيا، يواصل الاحتلال الصهيوني غاراته الجوية وقصفه المدفعي مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين في مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مخلفا 71 شهيدا وإصابة مئات آخرين إثر أعلان الجيش الإسرائيلي أن دباباته وقواته البرية اقتحمت المنطقة، وذلك تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية. كما أفادت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة، وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و91 جريحا. في المقابل، قصفت كتائب القسام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ عائلتي الثين من المحتجزين في القطاع بأنهما فارقا الحياة، زاعما أن حركة حماس تحتجز جثتيهما. هذا وينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في تبعات الرأي الاستشارية الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويجب إنهاؤه على الفور. اجتماع يأتي وسط دعوات أوروبية لإسرائيل إلى الالتزام برأي المحكمة، وبالتزامن مع استعدادات لتنظيم مظاهرات في واشنطن للمطالبة باعتقال نتنياهو لدى زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. متابعة لهذه المستجدات في التقرير التالي مع أحلام بن عمر. أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل مخصص لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة وعواقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. وأكد بوريل أن رأي المحكمة الذي يعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ويجب إنهاؤه فورا يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه جاء في إطار فتوى استشارية إلا أنه صدر عن أعلى هيئة قانونية في منظمة الأمم المتحدة ويجب أخذه بعين الاعتبار. ومن جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام به. أما وزيرة الخارجية الألمانية فقد دعت إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل وتنفيذ حل الدولتين. دعوة تزامنت مع تحول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي بعد غد، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عبرية عن قراره عدم التوقف في أي دولة في طريقه خشية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة
اعتقال بحقه لارتكابه جرائم حرب في غزة. في الأثناء دعت منظمات أمريكية إلى تنظيم مظاهرات في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة واعتقال نتنياهو بوصفه مجرم حرب. دخل السباق إلى البيت الأبيض مرحلة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه ودعمه نائبته كاميلا هاريس لخوضه بدلا منها. الحزب الديمقراطي شرع اليوم في مداولات لاتخاذ قرار بشان ترشيح هاريس لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر القادم. في الأثناء أعلن متحدث باسم حملة جو بايدن أن كاميلا هاريس جمعت 49 مليون و600 ألف دولار لحملتها الرئاسية بعد أقل من 24 ساعة فقط من إعلان بايدن انسحابه. نهاية هذا الموعد الإخباري المسائي المفصل قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. توسيم تونس من قبل منظمة الصحة العالمية تقديرا للإنجازات المحققة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. انتداب 1493 متعاونا تونسيا بالخارج خلال السداسية الأول للسنة الحالية، وقطاع الصحة يتصدر قائمة هذه الانتدابات. تونس ترسل أول باخرة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة. 71 شهيدا ومئات الجرحى في قصف مكثف على المناطق الشرقية لخان يونس، والاحتلال يجبر سكان المنطقة على النزوح قسرا. نهاية هذا الموعد الإخباري، موعدكم يتجدد بعد قليل مع معز الغربي وبرنامج على الموجة. متابعة طيبة للجميع مع أجمل تحيات كامل الفريق. إشهار.